يبقى بعد إذنك يعني أنت معيني هني مدير عام، يعني مفروض تعطيني هيبة قدام الموظفين. يعني ما يصير توظف عبد الله من غير ما ترجع لي، يعني مفروض يعني تشاور ونقرر مع بعض. أنا أقرر اللي أشوفه في مصلحة الشركة. أنا ما أخذت القرار هذا إلا بعد دراسة. زين، وين مصلحة الشركة بتوظيف عبد الله يعني؟ أنا أشوف شيء أنت ما تشوفه. ولا تناقشني. أنا ما أخذت هالقرارات هذه إلا بعد دراسة. يلا، مكتبك.